بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. صديقي العزيز، منتخب المغرب في التصنيف الجديد اللي منتظر ان هو ينزل يوم 30، منتخب المغرب سيكون الاول عربيا وافريقيا. معلش، ما احنا الاول عربيا وافريقيا، معلش يعني النظامي بالنسبه للمراكز. هنرجع للمركز ال11. يوسفنا صديقي نقول لك ان منتخب المغرب في المركز 14. ازاي؟ معلش يعني احنا كسبانين. معلش، ما الماتش بتاع اريتريا فرق معاك شويه، الماتش بتاع اريتريا فرق معاك، بس السنغال ما عملتش نتائج ايجابيه، يعني دي حاجه كويسه تخليك مستمر فوق في الصداره يا صديقي. وبعدين المهم الصداره يا صاحبي، خليك انت في المركز الاول فوق افريقيا وعربيا. انما موضوع المركز ال11 ده محتاجين نهد على بعض شويه، ومحتاجين ان منتخب المغرب يكسر الدنيا ويفضل يكسب الماتشات، والمنتخبات اللي فوقه نوعا ما تتعصر شويه. بالتوفيق لمنتخب المغرب، وان شاء الله باذن الله التوقف الدولي القادم اللي هو كاس الامم الافريقيه الدنيا تظبط شويه مع المنتخب المغربي. ولكن منتخب المغرب زيه زي منتخب مصر كده، ما بيستفادش حاجه من حوار التصنيف ده. منتخب المغرب مكمل في المركز الاول عربيا وافريقيا، لعب بقى، عمل نتائج ايجابيه، عمل نتائج سلبيه، عامل زي منتخبنا كده. منتخبنا كسبنا، اتغلبنا، بنصعد، اللي معانا بيصعدوا برضه. يعني مصر تكسب، الجزائر تكسب، تونس تكسب، ما عندناش حل وسط. يعني احنا نخسر هم يكسبوا. فتصنيف منتخب المغرب ده بيفكرنا بتصنيف منتخب مصر بالظبط، اللي هو احنا واقفين في نفس المربع هو هو. ولكن في صديقي انت واقف في مربع، انت المركز الاول عربيا وافريقيا. فبالتوفيق يا صديقي في القادم. والمباراه بتاع اريتريا فرقت كتير عدم لعبها، لان لو مباراه اريتريا اتلعبت اعتقد ان منتخب المغرب كان هيتفوق بشكل افضل، ومنتخب المغرب كان هياخد نقاط اكتر من اللي خدها من مباراه واحده. هو ده حال المنتخبات الافريقيه، ما بيجيلكش منهم غير كل المشاكل وكل الخوازيق. يعني لو الماتش بتاع اريتريا اتلعب اعتقد تصنيف المغرب كان هيبقى افضل من كده عالميا. انما عربيا وافريقيا المغرب كده كده طاير لوحده بقاله فتره.